خلاص بقى. السلام عليكم. 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 تفضل يا حاج احمد. تفضلوا يا جماعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ. انطلاقا من الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الموارد المائية والري، واستكمالا للمسيرة التي انطلقت على بركة الله، مواكبة للذكرى الماضية لعبور العاشر من رمضان لتطبيق نظم الري الحديث، وتتويجا لمبدأ المشاركة في إدارة المياه بواسطة روابط مستخدمي المية التي بذرت بذرتها الأولى عام 1994، وأنبتت البذرة نبتا ترعرع عاما بعد عام برعاية قطاع التطوير الري والإدارة المركزية للتوجيه المائي. ينعقد اليوم المؤتمر الأول لروابط مستخدمي المياه، ينعقد احتفاء بثمار هذا النبت الذي أنتج روابطا في مختلف أنحاء مصر المعمورة، حوالي 2600 رابطة مستخدمي مياه على الترع الفرعية. روابط مستخدمي المياه التي شاركت في إدارة المياه مشاركات استحقت عليها بجدارة أن يعقد لها مؤتمر خاص بها لإظهار التجارب الرائدة بحضور معالي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وقيادة الوزارة، وفي ضيافة وتشريف وحضور السيد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية وقيادات المحافظة، وحضور السيد الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط للمتابعة والإصلاح الإداري. إنما وصلت إليه الروابط من نضج وعمل دؤوب متجرد للمصلحة العامة لهو نتاج لجهد متواصل قامت به الإدارات العامة ومهندسوها ومنسقوها على مستوى الجمهورية تتويجاً وتوجيهاً وتطويراً تحت راية قطاع التطوير، وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة وتوجيهات قياداتها من خلال محاور أربع هي كلمة السر للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر. وأول هذه المحاور هو محور ترشيد استخدامات المياه، وقد انطلقت على أساسه أول تجربة لتطبيق نظم الري الحديث في الأراضي الطينية القديمة في محافظة الفيوم، وقد تبارت على إثرها الروابط لتطبيق هذه التجربة على مستوى الجمهورية باحترافية شديدة، هادفة إلى الحفاظ على أعظم مورد أوجده الخالق عز وجل. ويتمثل المحور الثاني في تنقية وتحسين جودة المياه، وفي هذا المحور تتضافر جهود كافة القطاعات المعنية بالوزارة متعاونة مع الجهات المعنية بالوزارات الأخرى من أجل المحافظة على الصحة العامة والبيئة. والمحور الثالث لتنمية الموارد المائية، ويتجلى المحور الرابع في تهيئة البيئة المناسبة. وأطلق على هذه المحاور الأربع استراتيجية أربعة ته
تحت رعاية السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري، فتحية للروابط التي أبلت بلاء حسنا اطلاعا بالدور الوطني والشرعي للمحافظة على نعمة الله سبحانه وتعالى التي جعل منها كل شيء حي، وتحية إعزاز وتقدير لقطاع التخطيط الذي يرعى هذه الممارسات المميزة. والآن مع عرض سريع لبعض التجارب الرائدة للمزارعين والروابط في هذه المجالات. تفضل يا محمد. أول مرة ندعم مسابقة قومية للتوعية بأهمية موية. السنة دي مسابقة بيت أكبر وبتشمل صحفيين وفلاحين. Around 80% of water is consumed here in Egypt in agriculture, and once farmers share best practices and good ideas how they really can use less water and achieve better results, it's encouraging and gives inspirations to other farmers. كذا تجربة، يعني مثلا في فصيلة في الفيوم لما دخل ري حديث، أول حاجة الفلاحين كسبوا مساحة من 10-15% من الأرض نتيجة إن في مراوي داخلية وفي مصارف دي كلها اتلغت، وبالتالي بقت مكسب في مساحة الأرض. استخدام أساليب الري الحديثة على الواقع اللي طبقناه زود معانا مساحة الأرض الزراعية من 10-12%. ليه؟ لأن احنا زلنا جميع المصارف والمسائل والطرق وتم إضافتها للأرض الزراعية، قيمة الأرض الزراعية اللي أضيفت تزرعها أعلى من قيمة تكلفة المشروع نفسه. توفير المياه، الفدان الواحد كان بياخد 3 ساعات غمر كل 10 أيام، دلوقتي 3 فدادين ونص بياخدوا 1.5 ساعة كل 3 أيام، وبناء عليه بنوفر من 30-40% من المياه. العام الواحد ممكن يسقي في اليوم مساحة الأرض كلها، يعني بيوفر تقريبا حوالي 50% من الأمان. الفلاح النهارده دلوقتي بيهمه مصدر دخله بالري الحديث اللي هو بالرش، إنتاجية الفدان زادت من 30-35%. أهم ما في الموضوع كله إن هو بيديني إنتاج جيد وصحي وقابل وقادر إن أنا أنافس به في العالم الخارجي. وعندنا 100 متر ميه، ممكن ال 100 متر ميه نخليهم يزرعوا 200 فدان بالترشيح بالتقنيه الحديثه بالمحافظه على المياه على مساحه حوالي 55 فدان كلها ري بالتنظيف، بتزرع بمحاصيل شتويه خضر وبتزرع بمحاصيل صيفيه، اي حاجه عايزين نزرعها هنزرعها. زودنا مساحة الأرض اللي بتنزرع من 8-10%، وفرنا 50% مية، 50% أسمدة ومبيدات، بيجي في جودة في الإنتاج، حافظنا على العنصر البشري إن هو مفيش مية بيتعرض لها بيمشي فيها برجليه، يبقى ده فايدة التجربة، حافظت على الوضع البيئي في المنطقة والمناطق المجاورة. الزارع بطبعه لو ما شافش قدام عينين نتائج ما بيقتنعش بسرعة بالفكرة. فاحنا شفنا النهارده ازاي الري المطور اللي بالتنقيط بيخدم الأرض ازاي، وبيعمل إنتاجية ازاي، وبوفر مية ازاي. وبتمنى ان الناس تحزو حزو العمدة عبد الناصر في ترشيد المياه، وان احنا كتجربة هننقلها بفضل الله. توفير في الجهد، توفير في المياه، كل هذا بيعود على المزارع بالنفع. ري حديث مريح جدا وبجيب انتاج عالي،
انا بدل ما عندي 4 فدادين خليتهم 6 فدادين. اولا التجربه دي نجحت جدا جدا، ابهرت المركز. المركز انعمل فيه لحد دلوقتي 260 فدان تمويه. كرمنا من الوزير والاتحاد الاوروبي وخدنا جايزه، والمحافظات الثانيه بتيجي، والتجربه اهي قدام الدنيا بحالها والعالم كله، ويجي الناس كلها تتفرج عليها. التجارب ديت لازم تنشر، وهي التجارب الناجحه دايما بتلاقي الناس بتمشي وراها. But once we have involved the farmers, so then it is really something touchable, something which can be immediately implemented. والآن مع التجربة التي قام بها مضيفنا اليوم، وهي تجربة استخدام نظم الري الحديث للرش والتنقيط وإنشاء شبكة تصلح للاستخدام كري بالرش حين الحاجة للري بالرش، وتصلح للري بالتنقيط حين الحاجة لزراعة محاصيل لا يصلح معها إلا الري بالتنقيط، مع الحاج أحمد جابر مركز الشهداء قرية إبشادي رئيس رابطة إليوس باشي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نورت وشرفت. نورنا سيد دكتور معالي وزير ري دكتور محمد عبعاطي محافظ المنوفية والسادة الوزراء، منورنا. وبناء تحية من العمدة محمد فاروق ناصر لكل الموجودين، برحب بالسيادة الضيوف وعلى رأسهم وزير الري الدكتور محمد عبعاطي ومحافظ المنوفية أستاذ سعيد وكل الوزراء وكل من حضرونا كبيرا وصغيرا. حضراتكم شفت التجربة وشفت الأرض على الطبيعة، والتجربة سهلة جدا وبسيطة، والفلاح مفروض يعني وفر في المال ويجيب مال. عشان كده لازم كلنا نشوف التجربة، وتعالوا شوفوا الانتاج هيبقى شكله ايه. احنا عمالين نعمل ايه؟ كل واحد عشان لمؤاخذة يجيب عجله عايز يكبرها، هيجيبها ب5000 هتنباع ب20,000 جنيه. نفس النظام في الزراعة، الزراعة دلوقتي بالحساب، جابت فلوس بنزود، عند ارض شوية بناخد ارض بالايجار وبنكتر الموضوع. وهي التجربة بسيطة جدا، واحنا في النقص المية دلوقتي مفروض كلنا نوفر المية. بعد كده معالي الوزير جاي من سفر 100 كيلو عشان نقطة المية، احنا فلاحين نحافظ عليها ولا لا؟ المية دي صنوان الحياة، لو ما فيش مية مش هنعيش ثانية واحدة. هي المية سبحان الله، ربنا اللي قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء ده نعمة من عند ربنا، ما نعرفش نعيش من غيره. فلازم كلنا كفلاحين نرشد ونشوف الصح ايه ونعمله. والتجارب هي حضرتك، اما انا عندي 4 فدادين يجيبوا انتاج 8 فدادين، دي حضرتك مش مشروع ليا ولولادي والبلدي. ما انا كترت، ما هو الفدان ب20,000 جنيه، لو انا عندي 4 فدادين خليتهم 8 فدادين وفرت ايجار 80,000 جنيه، ده ايجار بس، بدل ما واسيب الباقي للناس التانية الفلاحين التانيين. لو كلنا عممنا التجربة ديت في المحافظة كلها والجمهورية مش هنعاني من المية. كل الناس كلها بتعاني من المية دلوقتي، وكله معالي الوزير عشان المية جاي من اخر الدنيا وجاي لفلاح بسيط عشان عمل تجربة ونجحت، والناس كلها جات اهيت وشافته. الكلام ده من سنتين كان اول ما عملنا 4 فدادين. بعد الناس ما شافت التجربة ال4 فدادين انعمل 160 فدان من سنة، السنة دي انعمل 457 فدان. ففي سيادة الوزير حضرتك انجاز علامة هوت، وحضرتك البلد شغالة، والبلد لو مش شغالة ما كنتش حضرتك تشرفنا هنا، وانت من الناس المكافحة جدا، وربنا هيبارك فيك، والعمل اللي فيه خلاص ربنا يبارك فيه. وانا كفلاح بسيط كفلاح بسيط اصغر فلاح في مستوى بلد،
عملت تجربه ونجحت. الواحد يا جماعه مش هيقعد بقى ينام ويقول لك ايه ربنا هيديني، لازم نشتغل ونتعب ونشوف الحاجه اللي بتجيب قرش عشان عيالنا وعشان مستقبلنا، ما يدعوش علينا تاني. الريس بيعمل لنا افتتاحات وكلنا نقول ده احنا مخنوقين والعيشه وحشه، ما كل لاولادنا واحنا كذلك برضو. كل مفروض الواحد يبدا من الصغير مش من الكبير. الفلاح الصغير لو بدا صح الدنيا كلها هتبقى صح، ولازم كل واحد يبني نفسه. انا كنت ما حلتش حاجه خالص، الحمد لله بقيت زي الناس، عندي كل الكماليات والناس كلها تشكر واشكرك. شكرا للحاج احمد، وهذا ان دل فانما يدل على براعه المزارع المصري الذي علم العالم الزراعه منذ الاف السنين.